بسم الله، صباح الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، متابعي شاشة بقناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الشروق، حلقة متميزة بتميز بداية الشهر الجديد. إن شاء الله شهر موفق على الجميع، شهر فيه العديد من الإنجازات المختلفة وكل الأحلام محققة بإذن الله تعالى. أهلا بكم اليوم في حلقة وفقرات متنوعة ومتعددة، كونوا برفقتنا على مدار ساعتين من عمر الزمان من الآن وحتى الساعة 11، إن شاء الله هنكون مع بعض تستمتعوا بكل الفقرات الجميلة والمميزة برفقتي ورفقة الزميل حسام. حسام صباح الخير عليك. صباح الخير، الحقيقة أنا سعيد بالرفقة دي. أنا أسعد كمان. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا، تحية صباحية نادية كل الذين انضموا الآن لمتابعتنا على الهواء مباشرة. مشوار صباح الشروق انطلق الآن وفيه الكثير دائما من الفقرات المميزة اللي عدى لكم فريق عمل اليوم، واللي من خلاله بنرسل لكم عدد من التحايا وكمان تجوال في مختلف مدن ومناطق السودان المختلفة. خلينا نشوف البداية مع بعض هتكون عاملة كيف مع أبرز المقتطفات لهذا اليوم. طول عمري ما شفت مثالي،